السلام عليكم، معكم حنان، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم غنحضروا ان شاء الله مجموعين واحد لي كاب كيك بالياغورت وفانيليا، كيجيو زوينين بزاف. المهم اغلبية ديال لي كاب كيك كيداروا بالزبدة، هذا اللي غندير دابا غنديرو بالزيت. فنبداو على بركة الله. اذا بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو تقريبا واحد 3 ديال البيضات، غنحتاجو لواحد ملعقه صغيره ديال الفانيليا او لا ساشي ديال الفانيليا، وغادي نحتاجو لواحد نصف ملعقه صغيره من الخل الابيض. غنحتاجو كذلك الكاس ديال الياغورت، هذاك الكاس ديال الياغورت هو اللي غادي نستعملوه في لابار، غنعبرو به كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر حبيبات. صافي. والدقيق، بالنسبه للدقيق غادي نستعمل تقريبا واحد جوج ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق. اذا كيف كتلاحظوا معايا، انا غنستعمل غير ساشي واحد ديال البيكنج باودر ديال خميره الحلويات، ما غاديش نستعمل جوج، ولكن غادي نستعن بالابيض البيض، غنحاول نطلعه مزيان وهو اللي غادي يعوض ليا الساشي الثاني ديال الخميره ديال الحلوه ديالنا. اذا يعني كاول مرحله شنو غنديرو، كناخذ البيض ديال البيض، كناخذ البيض ديالي، كنحاول نفرق الاصفر على الابيض البيض. ابيض البيض كنوضعو في اناء اللي خاصو ضروري يكون ناشف، يعني ما تكون فيه حتى شي نقطه ديال الماء باش يطلع لكم بياض البيض ديالكم مزيان. والبيض بالضروره خاصو يكون بدرجه الحراره ديال المطبخ، او لا الا كنتو يلاه جبتوه من الثلاجه غتوضعوه في شي اناء هكذا يكون فيه ماء فاتر او لا ماء دافي، وغتخليوه واحد المده يعني غير حتى كيدفى لنا البيض ديالنا. من بعد ما كنفرق بياض البيض على صفار البيض، كنضيف ليه واحد الرشه ديال الملح ضروريه منها، وكنضيف واحد نصف ملعقه صغيره من الخل الابيض. ممكن تستعملوا كذلك العصير ديال الحامض، اذا ما كانش كيتوفر عندكم الخل الابيض ممكن تعوضوه بعصير ديال الحامض. هاد العصير ديال الحامض والخل الابيض غير كيعاونوا البياض البيض باش كيوقف مزيان، يعني باش كيعطينا واحد البياض البيض اللي هو واقف. اذا يعني قبل ما نبداو في التطريب ديالنا ديال البياض البيض، غتحاولوا تخويو داك الكاس ديال الياغورت، نحاولوا نخويوه غير باش نستعملوه في العبار ديال السكر حبيبات، باش ملي نبداو نطلعوا البياض البيض غيكون عندنا السكر يعني معبور ومحطوط امامنا، يعني غادي نخدموا به مباشره. فكيف كتلاحظوا من بعد ما طلعت البياض البيض مع داك السكر، بالنسبه للبياض البيض اللي غتبغيو تطلعوه ضروري خصو حتى يدير واحد الرغوه، يعني حتى تكون فيه واحد الرغوه، عاد غادي نبداو نضيفوا السكر ديالنا. من بعد كتربوه مزيان حتى كيطلع، من بعد ما كيطلع كتضيفوا الخليط ديال صفار البيض مع كتضيفوا الخليط ديال صفار البيض مع الياورت، وكتحاولوا كتخلطوا يعني غير بشويه باش ما نكسروش هذاك داك البياض البيض اللي طلعنا مزيان. صافي. من بعد كتضيفوا الزيت ديالكم وكتعاودوا تخلطوا. من بعد ما كتحصلوا على الخليط ديالكم كتضيفوا ليه الدقيق، كيف قلت لكم انا استعملت هنايا جوج ديال الكؤوس ونصف، ممكن توصلوا حتى لثلاثة ماشي مشكل، انا غير هذا القياس هذا كتجيني به، هاد لي كاب كيك كيجيو خفافين يعني تيجيو زوينين، ما تيجيوش ثقال، كيجيو خفاف. من بعد كيف كتلاحظوا معايا، انا خديت ديك الملعقه ديال الايس كريم، هي كتعطيني واحد العبار مقاد تقريبا ديال لي كاب كيك، ما كيكونش بيناتهم واحد الاختلاف كبير في العبار. صافي. كنعمر لي كاب كيك ديالنا وكندخلهم يطيبوا في فرن مسخن من قبل. بالنسبه للطياب ديالهم يعني واحد تقريبا واحد 10 دقائق هكذاك، كنخليوهم على درجه الحراره كتكون واحد شويه مرتفعه. من بعد ما كتفوت 10 دقائق كنقص درجه الحراره ديال الفرن وكنخليهم يكملوا الطياب ديالهم بشكل عادي. بالنسبه للتزيين تقدروا توضعوا فوق منهم دوك الحبيبات ديال الشوكولاته او لا تشوكولات شيبس، تقدروا تزينوهم بهم او تقدروا تخليوهم، المهم كيبقى حاجه اختياريه.
كيف كتلاحظوا هادو البني كاب كيك ديالنا من بعد ما وجدوا كيجيو صراحة لذاد و لا مذاق ولا منظر، كيجيو زوينين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم. ما تنساوش لي عجبتكم الوصفة ديال اليوم ديو جام لا فيديو تخليو لي شي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرين. السلام عليكم.